الاخير ثم بعد اجتماع الجمعيه العموميه ان شاء الله تبدا عمليه التسليط. موظفين نقابه ما يتحركوش، ما حدش يمشي. التسليط والاقتراع تحت اشراف هيئه قضائيه الدوله. كل الاحوال التسليط والاقتراع والفنس تحت اشراف هيئه قضائيه الدوله. اشراف قضائي كامل وهم المسؤولين عن كل الاجراءات. اللجنه المشرفه لا علاقه لها الاشراف على التسليط والفنس. التسليط والفنس تحت اشراف قضائي كامل من هيئه قضايا الدوله وهم المسؤولين عن كل الاجراءات وفق قانون الحقوق السياسيه وقانون النقابه. دلوقتي اي زميل يجي دلوقتي من حقه يطلب صوته سواء سكت او ما سكتش. اي زميل من حقه يطلب صوته سواء سكت او ما سكتش. والتصويت هيمتد حتى الساعه الثامنه. التصويت ممتد حتى الساعة الثامنة. بعد الجمعية العمومية هنعلن بداية التصويت. الساعة 3 اجتماع الجمعية العمومية لو سمحتوا اتفضلوا على مكان الاجتماع. الموظفين يستمروا. حضور الجمعية العمومية بكانون المشتغلين. حضور الجمعية العمومية والدخول بكانون المشتغلين. المكان بتاع الجمعية ولا التسجيل. ولا التسجيل. وهتبدا الساعة 3. بعد انتهاء الجمعية محدش دخول للجان. لما الجمعية العمومية تكتمل هنعلن بداية التصويت وهنعلن التصويت هيبدا امتى. الموظفين والتصويت هيبدا الساعة 8. دلوقتي الإجراء بتاع الجمعية العمومية الساعة 3. الجمعية العمومية الساعة 3. بعد الجمعية العمومية كل يوم. موظفين التسجيل خليهم مكانهم واعضاء مجلس النقابه يضطروا يحضروا معايا الجمعيه.